انه سيدنا واحد النهار في المجلس الوزاري ملي كملنا دخلني لواحد البيت، دخلت انا وياه، جا المخزني قال له نعم سيدي واش نعيط على 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 المستشارين؟ قال له لا، بقيت غير انا وياه. قال لي السيد الكيران داك الشيء اللي بغيتي دير ديال الارامل نو ديرو. تاثرت تاثرت وبكيت وبسلو يدو وشكرته. قال لي السيد الكيران مو ميم جو سوي سولاجي، حتى انا الان كنرتاح. هذا هو الملك ديالنا تيسحب لكم تيسحب لكم. حنا كنجاملوا الملك ديالنا، حنا ما كنجاملوش. هذاك الملك ديالنا عشنا معاه وعرفناه عن قرب وعرفناه كيفاش كيحرص على بلاده وعلى مواطنيه ولكن هذه دولة فيها أنواع مختلفة من مخلوقات الله، ولا بد يكونوا فيها التماسيح ولا بد يكونوا فيها العفاريت. خدر لي درتي حنا كنحاملوا. قولوا حيا إلي أنه استمع في نفر من الجن، قال عفريت من الجن. ايوا هادو فين مشاو دابا؟ ما بقاوش موجودين، قدموا استقالتهم، راه باقيين خدامين. ولاني النهار الاول الاخوان فاش تواجهنا معاهم وواجهناهم قدرنا ننتصروا عليهم. انتصرنا عليهم في 2015 وانتصرنا عليهم في 2016، انتصروا علينا في 2021 الغالب الله يا قول لا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم انتصر على المشركين في بدر وانتصروا عليه في احد ثم رجع فانتصر عليه. سنعاودوا نرجعوا ننتصروا عليهم ان شاء الله. ولكن باش انتصرنا عليهم حنا يا الاخوان سمحوا لي، حنا ما عندناش الفلوس اللي كاينين عند لا عز اخنوش ولا عند من يشبهوه او من يحركه. ما عندناش. انتم كتشوفوا الاخوان ديالكم، هاد الاخوان ديالكم، شوفوا فاس. نبداو فاس نبداو فاس. صمت الله يرضي عليكم. خلوني نهضر دابا انا، انتم هضرتيو ملي هضر ملي زغرتيو صافي. المغاربه المغربيات الا زغرتوا الكلام انتهى، انتهى الكلام. ها هما الاخوان ديالكم هنايا، ها السي دريش الازامي، ها السي زاهر، ها السي كبيري، ها الاخوان كلهم. سيروا شوفوهم شنو كان عندهم قبل ما يوليو في المسؤوليات وشنو عندهم دابا ملي خرجوا من المسؤوليات. غتقولوا لي السي عبد الاله تحسنت الحاله ديالهم؟ نقول لكم ايه شويه شويه. لا بد ان نكذبوا على الله، كانت عندهم اجور وتعويضات تحسنت الحاله ديالهم شويه، ولكن وريوني واش